مساء الخير، بداية رياض الليلة من المحيط الهندي. حاج استاذ من بعض الوقت مكسيم شعيا، تجسيفا الكيلومتر 4000 بحرا بيوم 44 من لحظة انطلاقته من أستراليا. شو بيقول المغامر اللبناني باتصاله من بعض الوقت مع LBCI؟ بعدني بمحيط ما بيرحم حدا، العواصف هذه بتجد من عند ربنا. هلا صحيح انه انا امبارح واليوم وان الله راد بكره في عندي هوا بظهري، مشان هيك السرعه اجتازت الثلاث عقد ونص والاربع عقد. نتمنى انه تضل هالظروف جيده مثل ما هي امبارح واليوم، وانه بأقرب وقت ممكن نوصل على الهدف. كيف عم يتحمل اولا مكسيم 44 نهار بالبحر؟ شو عم تاكل؟ قديه صرت خسران وزن؟ وبالتالي قديه ساعات النوم؟ بالنسبة للأكل أنا كنت متأمل إنه آكل بين 6000 و7000 وحدة حرارية بالنهار. للأسف أول 10 أيام ما قدرت أكلت أبداً أبداً أبداً. هلأ عم بأكل، ومع إنه عم بأكل 4 وقعات وأوقات 6 وقعات بالنهار ما عم بيجتاز 5000 وحدة حرارية. فلذلك خسرت كتير من وزني، خسرت شي 12 كيلو بتصور. بينوا كل العروق بإيدي وبإجري. بالنسبة للنوم عم نام 4 مرات بالنهار، كل مرة ساعتين